والقصيدة العمرية لعمر بن الخطاب. حسبي القوافي وحسبي حين ألقيها، أني إلى ساحة الفاروق أهديها. لا هم، هب لي بيانا أستعين به على قضاء حقوق نام قاضيها. قد نازعتني نفسي أن أوفيها، وليس في طوق مثلي أن يوفيها. رأيت في الدين آراء موفقة، فأنزل الله قرآنا يزكيها، وكنت أول من قرت بصحبته عين الحنيفة واجتازت أمانيها. قد كنت أعدى أعاديها، فصرت لها بنعمة الله حصنا من أعاديها. خرجت تبغي أذاها في محمدها، وللحنيفة جبار يواليها. فلم تكد تسمع الآيات بالغة حتى انكفأت تناوي من يناويها. سمعت سورة طه من مرتلها، فزلزلت نية قد كنت تنويها، وقلت فيها مقالا لا يطاوله قول المحب الذي قد بات يطريها. ويوم أسلمت عز الحق وارتفعت عن كاهل الدين أثقال يعانيها، وصاح فيها بلال صيحة خشعت لها القلوب ولبت أمر باريها. فأنت في زمن المختار منجدها، وأنت في زمن الصديق منجيها. كم استراك رسول الله مغتبطا بحكمة لك عند الرأي يلفيها. وراع صاحب كسرى أن رأى عمرا بين الرعية عطلا وهو راعيها، وعهده بملوك الفرس أن لها سورا من الجند والأحراس تحميها. رآه مستغرقا في نومه، فرأى فيه الجلالة في أسمى معانيها. فوق الثرى تحت ظل الدوح مشتملا ببردة كاد طول العهد يبليها. فهان في عينه ما كان يكبره من الأكاسر والدنيا بأيديها، وقال قولة حق أصبحت مثلا وأصبح الجيل بعد الجيل يرويها. أمنت لما أقمت العدل بينهم، فنمت نوما قرير العين هانيها. يا رافعا راية الشورى وحارسها، جزاك ربك خيرا عن محبيها. لم يلهك النزع عن تأييد دولتها، وللمنية آلام تعانيها. لم أنس أمرك للمقداد يحمله إلى الجماعة إنذارا وتنبيها. إن ظل بعد ثلاث رأيهم شعبا فجرد السيف واضرب في هواديها. فاعجب لقوة نفس ليس يصرفها طعم المنية مرا عن مراميها. درى عميد بني الشورى بموضعها، فعاش ما عاش يبنيها ويعليها. وما استبد برأي في حكومته، إن الحكومة تغري مستبديها. رأي الجماعة لا تشقى البلاد به، رأي الجماعة لا تشقى البلاد به رغم الخلاف، ورأي الفرد يشقيها. يا من صدفت عن الدنيا وزينتها، فلم يغرك من دنياك مغريها. ماذا رأيت بباب الشام حين رأوا أن يلبسوك من الأثواب زاهيها؟
ويركبوك على البرذون، تقدمه خيل مطهمة تحلو مرائيها مشى فهملج مختالا براكبه وفي البراذين ما تزهي بعاليها. فصحت يا قوم كاد الزهو يقتلني وداخلتني حال لست أدريها، وكاد يصبو إلى دنياكم عمر ويرتضي بيع باقيه بثانيها رد ركابي فلا أبغي به بدلا رد ثيابي فحسب اليوم باليها. إن جاع في شدة قوم شركتهم في الجوع أو تنجلي عنهم غواشيها، جوع الخليفة والدنيا بقبضته في الزهد منزلة سبحان موليها، فمن يباري أبا حفص وسيرته أو من يحاول للفاروق تشبيها. يوم اشتهت زوجه الحلوى فقال لها من أين لي ثمن الحلوى فأشريها، لا تمتطي شهوات النفس جامحة فكسرة الخبز عن حلواك تجزيها. وهل يفي بيت مال المسلمين بما توحي إليك إذا طاوعت موحيها؟ قالت لك الله إني لست أرزأه مالا لحاجة نفس كنت أبغيها، لكن أجنب شيئا من وظيفتنا في كل يوم على حال أسويها، حتى إذا ما ملكنا ما يكافئها شريتها ثم إني لا أثنيها. قال اذهبي واعلمي إن كنت جاهلة أن القناعة تغني نفس كاسيها. وأقبلت بعد خمس وهي حاملة دريهمات لتقضي من تشهيها، فقال نبهت مني غافلا فدعي هذه الدراهم إذ لا حق لي فيها. ويلي على عمر يرضى بموفية على الكفاف وينهى مستريديها، ما زاد عن قوتنا فالمسلمون به أولى، فقومي لبيت المال رديها كذاك أخلاقه كانت وما عهدت بعد النبوة أخلاق تحاكيها. وفدية ولعوا بالراحل فانتبذوا لهم مكانا وجدوا في تعاطيها، ظهرت حائطهم لما علمت بهم والليل معتكر الأرجاء ساجيها، حتى تبينتهم والخمر قد أخذت تعلو ذؤابة ساقيها وحاسيها، سفهت آراءهم فيها فما لبثوا أن أوسعوك على ما جئت تسفيها، ورمت تفقيههم في دينهم فإذا بالشرب قد برعوا الفاروق تفقيها. قالوا مكانك، قالوا مكانك، قد جئنا بواحدة وجئتنا بثلاث لا تباليها، فأت البيوت من الأبواب يا عمر فقد يزن من الحيطان آتيها، واستأذن الناس أن تغشى بيوتهم ولا تلم بدار أو تحييها ولا تجسس. فهذه الآية قد نزلت بالنهي عنه فلم تذكر نواهيها، فعدت عنهم وقد أكبرت حجتهم لما رأيت كتاب الله يمليها، وما أنفت وإن كانوا على حرج من أن يحجك بالآيات عاصيها. هذه مناقبه في عهد دولته للشاهدين وللأعقاب أحكيها، في كل واحدة منهن نابلة من الطبائع تغذو نفس واعيها، لعل في أمة الإسلام نابتة تجلو لحاضرها مرآة ماضيها، حتى ترى بعض ما شادت أوائلها من الصروح وما عاناه بانيها، وحسبها أن ترى ما كان من عمر حتى ينبه منها عين غافلها.